بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أحبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناة حوح الفوط 181 فول 2، وفقرة أسبوعية ارتأيت أن أسميها معلومات. فقرة معلومات الأسبوعية سوف نتناول فيها يعني شخصيات يعني لها أثر كبير جدا في عالم الإنترنت، وأيضا معلومات كثيرة قد تهمك في حياتك المعلوماتية بشكل كبير إن شاء الله. لهذا في هذه الفقرة الأولى سوف نتناول ثلاثة شخصيات، وبالضبط سوف نتناول الجانب المظلم فيها. فهذه الشخصيات إذا سألت اليوم شخص له دراية وأخبار يعني بالإنترنت بشكل عام، مثلا إذا سألته عن أشخاص كونوا ثروة ضخمة عبر الإنترنت، فلن تخلو القائمة من مؤسس يعني شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وأيضا مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرغ، وأيضا المؤسس المشارك يعني لشركة أبل ستيف جوبز الذي توفى. فقد يكون لديك جانب كبير من المعرفة حول هذه الشخصيات المهمة على مدى تاريخ الإنترنت، لكن قد لا تعرف عنهم جانب مظلم من حياتهم وجانب غير أخلاقي، وذلك لكونهم كانوا قراصنة وهاكرز قبل أن يتحولوا اليوم إلى أمثلة يحتذى بها ويغنى بها في سلسلة النجاحات والثروة الضخمة التي حققوها. لهذا دعونا يعني نسلط ولو جزء بسيط من تاريخ هاتي الشخصيات الثلاثة، التاريخ الأسود الخاص بهم، ونبدأ ببيل جيتس. بيل جيتس بدأ حياته كهاكر، حيث في بداية الستينات بدأ يعني حياته المهنية في شركة تدعى سي كوبيد، يعني هي شركة لصناعة البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر. وبالتزامن مع هذا قام بالاستيلاء وسرقة كلمة المرور الخاصة بمسؤول قسم الكمبيوتر في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا كله للوصول إلى بيانات المستخدمين في الشركة. وعندما تم اكتشافه تم يعني طرده من الشركة مباشرة ومن عمله، لكن هو الآن من أغنى أغنياء العالم والاسم الأشهر في عالم الإنترنت والتقنية. تاريخ أسود لكن نهايته كانت يعني يحتذى بها. الشخصية الثانية مارك زوكربيرغ. من منا بطبيعة الحال لا يعرف هذه الشخصية، ونحن يوميا نقضي أوقات طويلة جدا على الشبكة الاجتماعية الفيسبوك التي قام بتأسيسها هو نفسه، لكن هل تعرف يعني ولو جزء بسيط من حياة مارك قبل أن يذاع صيته حول العالم؟ فدعني أنا أقول لك أن مارك بدأ في القرصنة الإلكترونية، حيث تعد من بين يعني إنجازاته أنه قام باختراق حسابات اثنين من الصحافيين اللذان كان يشتغلان في موقع facebook.com، هذا في مطلع سنة 2004 أحبابي في الله. وكان ذلك قبل ابتكار يعني مفهوم دو هاكر واي، يعني المعروف الذي يقوم بالتعرف على المشكلات التقنية للمواقع وحلها قبل أن يتم استغلالها. الشخصية الأخيرة في هذه الفقرة الأسبوعية من فقرة كما ذكرت معلومات هي شخصية يعني ودعت يعني هذه الحياة، ستيف جوبز. ستيف جوبز الذي كان عضو مؤسس لشركة أبل المعروفة بطبيعة الحال، كان قد قضى يعني على شركة الاتصالات يعني في بداياته هو شخصيا، وذلك لاختراع جهاز يسمى بلو بوكسس، يعني يسمح هذا الجهاز بإجراء مكالمات مجانية لأي منطقة حول العالم. وهذا الجهاز كان سببا ساعده في تأسيس والمشاركة بطبيعة الحال في تأسيس شركة أبل. كانت هذه فقرة أسبوعية لثلاثة شخصيات ذكرنا فيها جانب مظلم وجانب غير معروف منهما أحبابي في الله. إذا عجبتك هذه الفقرة وتريد معلومات إن شاء الله أخرى، فلا تنسى الضغط على اللايك، سوف نقوم يعني بتنويركم أكثر وإغناء يعني هذه الفقرة في المستقبل الفيديوهات. فقط هذه فقرة أولى تجربة شرحنا في يعني بعض الجانب الغير الأخلاقي لهذه الشخصيات الثلاثة في بدايتها بطبيعة الحال. لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا www.tegle5.com، اللي يمنى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/fol981فول، وأيضا لا تنسى
الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. ايضا ضع في تعليق يعني معلومة تريد ان نناقشها في مستقبل الفقرات الاسبوعية. في امان الله.